هنا راح تلاقي، بمعنى ما في شيء مستحيل بالدنيا دام انك واثق بنفسك وصابر ومجتهد ومتوكل على ربك. اهم شيء انك متوكل على ربك، صدقوني يا شباب والله ثم والله راح توصل للمرحله اللي 2016 كانت البدايه، كان يوتيوبر قد عادي بس سر الحكايه انه استمر رغم كل شيء صعب كان يواجهه، لانه كان واثق في الله وعارف ما بيخذله. في 2017 طلع في اسكام، رتب جدول للقناه وتمنى احلام واستمر ينزل فيها رغم الدعم القليل، كان يردد هذا الجمله ما في مستحيل. في 2018 واجه انتقادات، هذه قلد بنت رتب باغي مشاهدات، وصل مرحلة انكسار ما يدري انه كان من رب العالمين، هذا اول اختبار. لكن فكر وقرر انه ما يهتم، ابو فلة قبل شامخ والعزيمة تقرف الدم، عبالكم منه وقف ضم مليون بالقدارة يا حبيبي لو كتبت ابو فلة وصل 10 مليون مبروك، يلا قولي ترى مثل من يكون ما في حتى برقم قياسية في اليوتيوب ابو فلة، الحبب عفويته والمسلوب ابو فلة، ابو فلة وصل 10 مليون حقيقي؟ يا اخي والله وصل 10 مليون مستحيل، فتح عينك ترى 10 مليون اها وصل، اسمع عنك لنا 10 مليون 2020 3 مليون زيدني، 4 مليون زيدني، 5 مليون زيدني، 6 مليون زيدني، 7 مليون زيد، 8 مليون 9 مليون 10 مليون يا ابو فلة حط رقم قياسية، كافح تعب وهذه كانت الهدية، ربي زاد خير وهذا الاختبار الثاني، هل عبدي راح انساني هل بيكون اناني، واللي شفنا منه راح نشهد لليوم الدين، كثر خيره ساعد خيره شوف طريقه زين، رضا الله ثم رضا الوالدين ثم توكل والحصاد شوفه كيف يبين، واليوم اكبر صانع المحتوى في اليوتيوب، ابو فلة ما في غيره عند الكل محبوب، ابو فلة وصل 10 مليون خلاص خلاص فيك اوكي بس، ابو فلة وصل 10 مليون مبروك، يلا قولي ترى مثل من يكون ما في حتى برقم قياسية في اليوتيوب ابو فلة، الحبب عفويته والمسلوب ابو فلة، ابو فلة وصل 10 مليون حقيقي؟ يا اخي والله وصل 10 مليون مستحيل، فتح عينك ترى 10 مليون اها وصل، اسمع عنك لنا 10 مليون ابو فلة وصل 10 مليون حارب في طريقك المجنون، من زمان يبدع محتوى يجنن عارف كل طريقة دوم، أبو فلة وصل 10 مليون